نحن الآن في عصر نبي الله سليمان عليه السلام، ابن نبي الله داود الذي ورث منه الحكم والملك، حتى إن الله جعله حاكما للأرض كلها، وسخر له الجن فصنعوا له القصور والتماثيل الرائعة الجمال. الحمد لله الذي جعلنا موحدين وأكرمنا بوجود نبيه سليمان بيننا. نعم، فمنذ ورث الحكم عن أبيه نبي الله داود وجنوده ملأت الأرض، فآمن به كل الناس. ما أروع أن يملأ دين الله كل الكون. أسرعوا، يجب أن نصل قبل الغروب. ولكن الحمل ثقيل يا نمولة، ألا يمكن أن نكمل غدا؟ نحن معشر النمل لا نؤجل عمل اليوم إلى الغد، هكذا علمنا أباؤنا. ولكن الحبوب ثقيلة والطريق ما زال بعيدا. لن نتكاسل أبدا، فالشتاء قادم ويجب أن يكون لدينا مخزون من مؤن طعامنا طوال الشتاء. هيا أسرعوا، لقد اقتربنا من وادي النمل. كيف نعبر إلى الضفة الأخرى؟ انتظروا، عندي فكرة. سأجرب مرة أخرى. الحمد لله، ها أنا قد أمسكت بطرف العصا. هيا بسرعة، هيا بسرعة، عبروا من فوقي. ولكنك ستتألمين كثيرا وقد تسقطين في النهر. المهم أن تصل الحبوب ليأكل منها كل أهلنا. هيا أسرعوا في العبور قبل أن تفلت يدي. أسرعوا، أسرعوا. الحمد لله، لقد عبروا جميعا. أنت بطلة يا نمولة. إنه واجبي، كاد ظهري ينقسم. يجب أن نتحمل، فهذا غذاؤنا طوال الشتاء. وادي النمل، ها هو وادي النمل، لقد وصلنا، وصلنا. هيا بسرعة إلى مخزن الحبوب. اللهم لك الحمد على أن جعلتنا نؤمن بك ونسبح بحمدك، وجعلتنا في عهد نبيك سليمان الذي علمته لغتنا ولغة الطير والحيوان والجن. ومرت الأيام وتحركت جيوش نبي الله سليمان عليه السلام في كل مكان تنشر دين الله وتفتح البلاد. لقد زاد الخير وعمت البركة في المحصول. هذا فضل التسبيح الذي تعلمناه من نبي الله سليمان. نعم، ولقد كان من قبل أبوه نبي الله داود يسبح الله في كل وقت. الحمد لله أن جعلنا مسلمين.
أبكي قليلا يا صغيرتي، أنا قادم سأغرق. تماسكي النجدة، النجدة. ألا يوجد شيء أعبر عليه؟ أخيرا ورقة شجر، يمكن أن تصلح مركبا. بكل قوة. هيا بسرعة افتحوا الباب، فأنا أحمل النملة الصغيرة. أسرعي يا نمولة قبل أن يصل الماء إلى الباب. لقد وصلنا الحمد لله. وكان شتاء قارص البرودة، لم يخرج فيه النمل من مساكنه. استمر بياتهم الشتوي إلى أن أتى الربيع، وبعده جاء الصيف وداعبت أشعة الشمس مساكنهم الجميلة. نملة قوية وماهرة لكي أرسلها لتبحث لنا عن أماكن الحبوب. سيدتي الملكة، لا ينفع لهذه المهمة سوى نمولة، فهي جريئة وبطلة، وقد أنقذت الكثير من النمل من قبل. هذا شيء جميل جدا، هيا أرسلوها على الفور ما دامت بهذه المواصفات. هيا أيتها البطلة، لقد رشحتك لهذه المهمة، ويجب أن تكوني على قدر المسؤولية. لا تقلق يا سيدي، فسأكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. من حسن حظي أن لي صديقة من النمل الزراعي، وهي تعرف جيداً أماكن تواجد الحبوب. سأتجه نحوها على الفور. أمامي هدف عظيم. أوه! أوه! النجدة! ما هذا؟ يجب أن أهرب، سيدوسونني بأقدامهم وهم لا يرونني. ليه؟ لن أتردد أبدا، يجب أن أؤدي ما علي، يجب أن أحاول إنقاذ عشيرتي من النمل. فما قيمة حياتي إذا لم أؤدي واجبي؟ أنا سعيد بانضمامي إلى جيش نبي الله سليمان. وأنا أيضا، فقد آمنت بالله وبنبيه. إنهم سيمرون في هذا الاتجاه العكسي، إنها فرصتي الوحيدة في النجاة. فهذا جيش كامل، وإذا لم يحطمني جندي فسيحطمني جندي آخر. يجب أن أحذرهم بسرعة، ولكن ربما داسني الجيش وأنا في الطريق. ولكنهم سيتجهون نحو وادي النمل.
تذهب في هذا الاتجاه، سأنجو ساعتها بسهولة. ها هو وادي النمل، لقد اقترب. يجب أن أسرع أكثر، يجب أن أصل قبل الجيش. يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بسرعة نمول على حق، الجيش لن يرانا وسيدوسنا حتما. لقد أمرنا نبي الله سليمان أن نمشي من طريق آخر. وما السبب؟ عندما اقتربنا من وادي النمل سمع نملة تنادي في قومها قائلة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا لها من نملة حكيمة. لقد تبسم نبي الله ضاحكا من قولها واتجه بدعاء الشكر إلى الله. وماذا قال لكي نتعلم منه كيف ندعو؟ لقد قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Thank you.